جايز ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب. انا روان داش. بليز حاولوا تطنشوا المنظر ده لانه هو حصل حرفيا قبل ما ابدا تصوير بكام ساعه، فحاولوا تطنشوه. النهارده هجرب معاكم الوجبه الاخيره اللي طلبها المجرمين والسفاحين قبل ما يتم اعدامهم بكام ساعه. متاكده ان في كتير منكم ما يعرفوش المعلومه دي لانه انا شخصيا ما كنتش عارفاها غير من قريب، بس في امريكا في قانون بيقول انه اي مجرم او اي قبل ما يتم اعدامه بيكون ليه الحق ان هو يختار وجبه وحيده اخيره ايا كانت، وبيجيبوا له الوجبه دي لحد عنده، بتكون دي اخر وجبه في حياته. حسيت ان هي فعليا هتبقى فكره ممتعه جدا لو قعدت جربت معاكم وصفات الاكل الغريبه اللي المساجين دول طلبوها كاخر وجبه في حياتهم. قبل ما نبدا الفيديو ده عايزه اقول لكم انزلوا اعملوا لايك وسبسكرايب علشان تشتركوا في قناتي وعائلتنا تكبر، ودلوقتي خلونا نبدا الفيديو. سو ليتس جو. طبعا بعيد الشر عن اي حد بيتفرج عليا دلوقتي، بس تخيلوا لو انتوا مكان الناس دول ولازم بس تختاروا وجبه واحده بس، وحرفيا دي هتكون اخر وجبه هتاكلوها في حياتكم. سو انزلوا تحت في الكومنتس دلوقتي قبل ما تكملوا الفيديو اكتبوا الوجبه دي هتكون ايه. انا بحس بالنسبه لي شخصيا هختار ستاربكس، اكيد لازم يبقى فيه قهوه في الموضوع، وممكن ايس كريم، واكيد كنتاكي. اكيد كنتاكي لاني بعشق كنتاكي. بدي اكل كنتاكي. قبل ما ابدا واقول لكم على وجبه كل واحد فيهم الاخيره، انا عايزه الاول احكي لكم هما ليه اصلا دخلوا السجن وليه محكوم عليهم بالاعدام. اول مجرم عندنا هو جيمس ادوارد سميث. جيمس كان شخص طبيعي بيشتغل كسواق تاكسي في امريكا، واتهموه بقتل واحد اسمه لاري. الغريب جدا في الموضوع ان هما لما جم يسالوا جيمس عن الحاجه اللي هو حابب ياكلها في اخر يوم في حياته او كاخر وجبه في حياته، رد وقال لهم بكل فخر انا عايز اكل تراب من الارض. حرفيا يا جماعه طلب ان هو ياكل التربه اللي بتكون في الارض. ساعتها طبعا السجن رفض الطلب الغريب بتاع جيمس ده، وخافوا ان هو ممكن يكون هيعمل زي السحر على التراب، وجابوا له في الاخر زبادي. يعني تخيلوا من تراب لزبادي. وهنا عندنا الزبادي، طبعا انا مش عارفه هم ادوله زبادي بنكهه ايه، ممكن يكونوا ادوله زبادي بنكهه الفراوله، الله اعلم. انا شخصيا ما عنديش مشاعر وحشه تجاه الزبادي ابدا، لكن مش لدرجه اني اكله في اخر يوم في حياتي. اوكي زبادي. وللاسف هي دي كانت وجبه جيمس الاخيره. لو تعرفوا كلمات جيمس الاخيره كانت ايه وهو بياخد الحكم، اقسم بالله هتتصدموا. قال لهم كده بالظبط: انا ما قتلتش حد، لكن عمري ما هترجاكم انكم تصدقوني، انا مش هقلل من نفسي. وبعد كده هددهم بانه الشبح بتاعه هيصحى تاني وهيهاجمهم لمده 300 سنه. تقريبا ده كان تاثير الزبادي. وبعد كده بيجي عندنا الشخص اللي بعده اللي اسمه تيموثي ماكفي. تيموثي كان شاب صغير في العمر، لكن كان معروف جدا بان هو وده على فكره لحد دلوقتي اكثر شخص في الليسته كلها. تيموثي كان الشخص المتسبب في كبيرة جدا حصلت في 1995، اتسببت في انه 168 شخص فقدوا حياتهم في الحادثة دي، و19 منهم كانوا اطفال. ده غير كمان ال 680 شخص اللي اتصابوا بشكل كبير جدا. انا بصراحة لو شفته في الشارع هفتكر ان هو شخص بريء جدا، او شخص اللي هو يعني مستحيل يأذي حد. عشان كده يا جماعة دايما بقول لكم اوعوا تحكموا على المظاهر. لما سألوه ايه الاكلة اللي نفسك تاكلها في اخر يوم في حياتك، رد عليهم وقال لهم انا مش عايز اكل، انا عايز ايس كريم. تيموثي طلب منهم يجيبوا له علبتين من ايس كريم بنكهه المنت شوكليت شيب. هنا عندي الايس كريم اللي بنكهه المنت شوكليت شيب اللي هو بنكهه النعناع مع الشوكولاته. انا اصلا ما بحبش النكهه دي ابدا، بحسها معجون سنان. وطبعا ما طلبتش اتنين كبار زي ما هو طلب لانه يعني انا الوحيده اللي هنا. جايز حرفيا ريحته زي معجون السنان. صراحة الايس كريم طعمه حلو، ما توقعتش ان هو هيعجبني، بس برضو انا حاسه ان هو طعمه معجون سنان بالشوكولاته. مش عارفه افهمكم ازاي، بس لانه طعمه زي معجون السنان فحاسه ان انا باكل حاجه مش المفروض ان انا اكون باكلها. تخيلوا برود الشخص ده ان هو قتل ناس وعمل مشاكل كتير جدا، وفي الاخر قاعد بياكل ايس كريم. قبل الحكم بتاعه بكام ساعه المحامي بتاعه كان مستغرب جدا، والناس عامه كانت مستغربه قد ما هو كان بارد ومش فارق له اصلا ان هو هيموت بعد كام ساعه. فالناس وصفوه ان هو جاهز للموت. ونيجي بقى لاشهر سفاح حرفيا كان موجود في امريكا وفي العالم كله اصلا، اللي هو تاد بوندي، الاستاذ تاد بوندي. تاد بوندي كان من اكبر السفاحين المتسلسلين الموجودين في امريكا، ومن كتر ما هو وسيم والناس كانت بتحبه جدا تحديدا البنات، ادوا له لقب السفاح
التفاح الوسيم. معظم الضحايا بتوعه كانوا ستات لانه كان دايما دايما بيحب يعتدي على الستات، واعترف على نفسه ب30 جريمة هو ارتكبها. لما سألوا الاستاذ تيد باندي تحب تاكل ايه بعد كل الجرائم البشعة اللي عملتها دي في اخر يوم في حياتك ان شاء الله، رد عليهم رد بارد جدا وقال لهم انا مش عايز اكل اي حاجة. يمكن احساسه بالذنب هو اللي خلاه يرفض، يمكن ما كانش جعان، يمكن ما عندوش دم، الله اعلم. بعد ما رفض الاكل تماما ادوله الوجبة التقليدية بتاعت السجن. انتوا بس لو تعرفوا الوجبة دي عبارة عن ايه هتتمنوا تعيشوا في السجن ده. الوجبة دي عبارة عن ستيك لحمة وتوست وزبدة ومربى وبيض وهاش براونز، ومع الاكل بيدوهم كمان عصير برتقان وكمان لبن. الوجبة دي فعليا وجبة 5 ستارز، بس تخيلوا ان هم بيدوها للمساجين في اخر يوم في عمرهم. عندي هنا الطبق بتاعي اللي فيه تقريبا كل حاجة، الحاجة الوحيدة اللي مش عندي هي المربى لاني اصلا ما بحبش المربى فمش هاكل مربى. وعندي هنا كمان عصير البرتقان، انا ما بشربش حليب للأسف سو مش هشرب الحليب. خلونا نبدأ بالعصير. المهم خلونا نجرب الاكل ده لاني فعليا هموت من الجوع. اوكي سو هبدأ بالستيك لانه شكله حلو قوي الصراحة. من رأيي توقفوا الفيديو دلوقتي وتروحوا تجيبوا اكل انتوا كمان لانه فعليا هتجوعوا جدا لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده من غير ما تاكلوا. هدوق دلوقتي الهاش براونز. على فكرة الهاش براونز مع الستيك طعمهم رهيب مع بعض. الفكرة نفسها ان انت تكون بتاكل الاكل ده كله وعارف انه ده هيكون اخر يوم في حياتك، دي هتكون اخر وجبة تاكلها في حياتك، فكرة محبطة جدا الصراحة وتزعل شوية. للأسف تيد باندي بعد الوجبة دي ما كملش كتير لان هم دموه بالكرسي الكهربائي. صراحة مش عارفة ازاي اتهنى بالاكل والستيك وهو عارف ان هو هيتكهرب بعد شوية. اوكي يا جماعة، الناس اللي عندها فوبيا من المهرجين او من الكلاونز بجد هيتضايقوا جدا من الحتة اللي جاية دي. اللي عندنا بعد كده اسمه جون وين جيسي، الشخص ده كان بيتنكر كأنه مهرج. جون اعترف ان هو كان السبب في انهاء حياة 33 ولد وبنت، وتخيلوا ان هما كانوا بيودوه لمستشفيات الاطفال على اساس ان هو يسليهم كمهرج يعني مسلي، وهو اصلا قتل قتلة. بغض النظر ان جون مجرم ومتهم بالقتل، لكن بيمثلني جدا في الوجبة اللي هو اختارها لنفسه. جون اختار ان وجبته الاخيرة في الحياة تكون من كنتاكي. طلب منهم يجيبوا الوجبة الكبيرة بتاعت فراخ كنتاكي وتحديدا الاوريجينال، وطلب كمان روبيان مقلي مع بطاطس. واغرب حاجة في الموضوع ان هو طلب طبق فراولة كبير. اوكي سو قدامي هنا في كل الاكل اللي جون اختاره بالظبط. عندنا طبق كبير من الفراولة اللي هي اكتر فاكهة بحبها، وهنا عندي كمان الروبيان المقلي مع الفرنش فرايز، وجبت لنفسي وجبة صغيرة من فراخ كنتاكي اللي هي الاوريجينال زي ما هو طلبها بالظبط. جون حرفيا ما كانش فارق معاه اي حاجة في الحياة، قتل الاتيل بتاعه وراح ياكل KFC وفراولة وجمبري عادي. يوم دلوقتي هجرب الجمبري. الجمبري برضو طعمه حلو قوي. اخر حاجة جون قالها للناس هي kiss my بكل مبالاة. المهم ننتقل للمجرم اللي بعده، مش هكتب عليكم انا بدأت جدا جدا اني اشبع بس احنا مكملين. اوكي بعد كده في عندنا فيلما بارفيلد اللي هي سيريال كيلر او قاتلة متسلسلة زي ما بيسموها. الاول قبضوا عليها علشان اكتشفوا ان هي عملت جريمة، وبعد كده لما قبضوا عليها اعترفت على نفسها ان هي عملت 6 جرائم تانيين. المشكلة اللي بجد ان هي شكلها ولا يبان عليها ولا حتى 1% ان هي ممكن تأذي اي حد. لما سألوا فيلما تحب تاكل ايه لاخر مرة في حياتها ردها كان غريب جدا، لانها حرفيا طلبت منهم يجيبوا لها شيتوز تشيز بوفز مع كوكاكولا. فبدل ما تطلب فراخ او لحمة او لازانيا او مكرونة او ورق عنب حتى، قررت ان هي هتطلب شيتوز بوفز بالجبنة. مش هكدب عليكم يعني عجبني اختيارها جدا، بس مش لدرجة اني اكله برضو لاخر يوم في حياتي. جايز شكله حلو قوي. الشيبس ده من احلى شيبسيات الجبنه اللي في الحياه. تخيلوا ان دي قصص حقيقيه يا جماعه، يعني واحده قاعده بتاكل حرفيا كيس شيبسي وبتشرب كوكاكولا وهي بعد شويه هيموها. اتعاطفت جدا مع فيلما بصراحه لما عرفت ان كلماتها الاخيره كانت انا اسفه لاي حد اذيته بعد ما قتلت 6 اشخاص. اكتر حاجه مخلياني مستغربه جدا في اللحظه دي انه ولا حد فيهم طلب ميه، انا لو مكانهم هكون بطلب 3 ازايز ميه كبار. اوكي واخر مجرم عندنا في الليستة هو ويليام بونن. الشخص ده كان بيستهدف الناس اللي ماشيين على الطريق، يعني بمعنى تاني كان بيقطع الطريق، فكانوا مسمينه في امريكا سائح الطريق السريع. من شنبه باين جدا ان هو
وبعد ما قبضوا عليه اكتشفوا ان هو قتل فوق 21 ضحية. لما سألوه عايز تاكل ايه في اخر ايامك السودة، طلب 2 بيتزا كبار مع ايس كريم بالشوكولاتة وكولا. مش عارفة الناس دي ازاي بيجيلها عين تطلب بعد قتلوا كل الناس دول. عندي هنا البيتزا، هما طبعا ما قالوش بنكهة ايه، بس انا جبتها كانت هتقع. انا جبت البيتزا بنكهة البيبروني. وهنا عندي الكولا والايس كريم. مبدئيا كده انا عايزه اقول لكم انه ده مش ايس كريم شوكولاته لسبب واحد. كنت سايبه ايس كريم شوكولاته عادي جدا في الفريزر بس اهلي كلوه. انا بجد شبعت جدا من كل الاكل اللي كلته في الفيديو ده، فهاخد حته بس صغيره من البيتزا. اختيار موفق لاخر وجبه يا ويليام. اللي ضحكني قوي في القصه دي ان ويليام كان غبي لدرجه ان هو حاول ان هو ينهي حياه نفسه قبل الحكم. تخيلوا ازاي، شرب 18 علبه من الكوكا كولا بس علشان يحاول ينهي حياته، وفي الاخر برضه فضل عايش. انا برضه خلاص فل جدا، يعني الاكل وصل لي لحد هنا فلازم ابطل اكل. وبس جايز، هي دي هتكون نهايه فيديو النهارده. اتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو ده، اعملوا عليه لايك كبير جدا لو حبيتوه. قبل ما تطلعوا من الفيديو دوسوا على علامه سبسكرايب الحمراء اللي تحت الفيديو علشان عائلتنا تكبر اكتر ونوصل 2 مليون في اقرب وقت ممكن. وبس جايز، ثانك يو سو ماتش فور واتشينج، بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. باي جايز.